عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم.